فاحنا مش هنشتغل مسائل دي خالص، فانت عندك تقريبا 5 مسائل وثلاث مسائل و 8 الاصل بقى ال 17 مش عليه تمام. ومسألة 34 هتلاقي فيها اللي احنا هنقول عليه بعد كده اللي هو نسبة التحميل، بتلاقي 65% بيونت. والله انت عايز تحلها وتشيل البريونت وتخليها 65% بس ماشي، عايز خلاص. يا ترى من 23 ل 27 ولا 23؟ 29 ل 30 مش علينا دول؟ 29 ل 30 كله غير. المهم فدول تمام مسائل ومسألة 34 كانوا مشكلة. هو الموضوع كله الشيت ده أول دكتور يعني مصطفى امتحاناته بتتمطر في مجالات. مسألة 31 لحد مسألة 34 أو 33 أو 34 اللي هي بتتكلم عن نورود وشورت سيركت تيست. بيطلب منك الإيكويفالنت بارامترز وبيطلب الكفاءة والفوت سيميوليشن. تمام؟ ده أول نوع مسائل. ثاني نوع مسائل اللي هي مسألة 6 و7 و8 تقريبا اللي هي كنا حليناها في السكشن اللي فات اللي هو بتاع النورود. اللي هو الأي مونتايزنج مش عارف فين كنا الأي ريتد والإيدي كارنت والأستيسيس وصلوا. اللي هي كنا شغالين في النورود. تمام؟ ثالث نوع من انواع المسائل ثالث والرابع دول انتوا كنتوا في المحاضره بس انا يعني كنت مصور فيديو السنه اللي فاتت فبعت لكم ثاني المسالتين دول مش هحتاجكم قوي يعني بس عادي اللي هي الاوف دي افشنسي انت واخدها في المحاضره والكفاءه بتاعتك ات ديفرنت لود لما تقعد في الكي ال وبتاع تمام وكمان الماكسيموم افشنسي. لا دول اللي في الشيل انت قلت في المحاضره تمام. فدي المسائل اللي بقول لك اللي تيجي في الامتحان دي افشنسي او الكفاءه الماكسيموم تعرف تحسبها ازاي. اخر حاجه معايا هي الفيرب اوبريشن ده تقريبا انا بقول تقريبا يعني تقريبا اللي طبعا الفيرب اوبريشن ده في الايه؟ الشيت الجاي تمام. فانت المفروض انت معاك 4 مسائل دول كده كده بيبقوا يعني كده كده في الفاينل وفي الميد تيرم الاثنين تمام. ولما بتقول الكوفيلنت سيركت الترانسفورمر الكوفيلنت امبيدنس الترانسفورمر هنشتغل دلوقتي المساله قبل السكوت هنحلها بس الناحيه الثانيه ناحيه السكندري الكلام ده كله هيتحل. فدي المساله اللي انت محتاجها عشان ان شاء الله يعني ايه هتلاقيها موجوده في الامتحان اللي بتاعته خالص. 5 البرد اوبريشن هتحطها في الشيت الجاي الشيت الثالث يعني. دلوقتي احنا هنقول احنا المره اللي فاتت خدنا الكوفيلنت سيركت بتاع الترانسفورمر منسوبه ناحيه البرايمري فانت كان عندك برايمري سايد كده او زي البرايمري بتاعك كده الحمد لله. طبعا ده كان البي برايمري ده الار برايمري اكس برايمري ده الار برايمري بتاعي ده الار النيود ده ار سي دي انت ار الاكتيف كومبوننت بتاعت الكور لوسز انت بتختار المارجنتايزنج بتاع الايه؟ الاكس ام بتاعك. دي هي البرايمري لوحدها ولاية السكندري لوحدها اي اس مورتار اي اس يبقى عندك مقاومه بتاعت الار اس بتاعت السكندري والاكس اس بتاعك. تمام؟ كل اللي كنت بعمله انا كنت بقول لك ان انا عايز اعمل ريفيرنج من لاية السكندري ديت ناحية تانية البرايمري بتاعك تمام؟ فكنت بقول ان انا عارف طبعا ان الاي بي على الاي اس بتساوي الان بي على الان اس بتساوي اي اس فهو ده ان هو الاي اس داش فبتساوي الاي اس على الاي اس داش. ومن هنا كنت بعرف استنتج القوانين مع قانون ان الباور هنا او هنا ثابت لان الطاقه اللي فاتت اتسحبت من العرض. كل اللي عملناه انا هعمل العكس ان انا عايز ان الان زائد البرايمري ناحيه السكندري فانا مش هعرف اثبت لك قوانين ثانيه زي ما عملتها المره اللي فاتت. فكل اللي هيحصل ان انا هنقل دايركت البرايمري بتاعي ناحيه السكندري تمام بس عكس القوانين. ولو انت حاولت تستنتجها يعني انت تقول ان اي انا عايز انقل بقى اي حاجه من البرامج ناحيه السكندري فالمفروض ان انا اقول ان اسمها اي بي داش بس الدكتور يعني ايه عشان ما يبقاش فيها لخبطه فقال لك لما تيجي تقفل لي الثانوي هتخليها ايه؟ دبل داش. فانت ممكن تقول ان الاي بي دبل داش بيساوي الاي اس وتعرف بقى تستنتج القوانين كلها تاني تمام؟ هتلاقي من هنا ان الدايره بتاعت المكافاه والسنجل فيز ترانسفورمر ايكوفيلنت سيركت ريفيرد تو سكندري هتبقى بالشكل ده. دايره السكندري عادي زي ما هي كانت ده الـ RS ده الـ XS وهنا طيار الـ IS ماشي تمام. هنا بالنسبة لدائرة البرايمري فهتلاقي إن أنا عملت فيها ريفيرنج فبقى ده بي برايمري دبل داش أر بي دبل داش إكس بي دبل داش ومرة طيار الـ IB بس منسوب ناحية السكندري اللي هو IB دبل داش
وكمان فرع المغناطه، لان احنا لما كنا بنكافئ وكنا بنكافئ في دايره البرايمري، هتلاقي من هنا ان ده تيار الاي او دبل داش، هنا الار سي دبل داش، والاكس ام دبل داش، وتلاقي هنا النقطه ديت اللي عندها الاي بي دبل داش بتساوي الاي اس بتاعها. تمام؟ والله انا بعمل الكلام ده بالذات بعمل التريننج تحت السكندري عشان لما اجي احسب الجهد اللحم او الفولتج ريليشن. طب انا يعني ايه اصلا فولتج ريليشن؟ اخدت فولتج ريليشن بيساوي الفينو لود ناقص الفينو لود او الفي ريتد على الفينو لود، يعني دي او ريتد يعني. تمام؟ فالريتد بتاعي ده بيبقى موجود اللي هو على الاله بتاعتك اللي هو المقنن بتاعك، يعني لما يجي يقول لك مثلا ده 6900 على 230 فولت، فانت تبقى عارف مثلا ان احنا لو هنشتغل سكندري مثلا يبقى الجهد الريتد بتاعك هو ايه؟ 230 فولت. ها؟ طب والله الانسب بالنسبه لي ان انا اجيب جهد اللحم ده ناحيه السكندري ولا ناحيه البرايمري؟ قال لك ناحيه السكندري. هو جهد اللحم ناحيه السكندري يعني انت عايز تجيب ايه؟ والله دي دايره السكندري لوحدها كده. إيه؟ لو عايز تجيب جهد اللحم يبقى مفيش تيار هيمر، بالتالي الفي اللي هيبقى حوالين ده هو الايه؟ الاي اس بتاعك، صح؟ تمام. فانا بكون عايز اجيب الفينو لود بجيبها من ناحيه السكندري عشان يبقى اسهل بالنسبه لي، لان يبقى عندي معلومات للحمل. معلومات الحمل يعني ايه؟ يعني هو مديك الاس بتاعت الحمل قد ايه؟ تعرف تحسب الاي اس منها وتعرف تحسب الفينو لود سهله زي ما هنشوف في المثال. فانا بضطر ان انا انقل الدايره بتاعتي كلها ناحيه السكندري عشان الكلام ده. هتشوف اول مثلا ان هي الاسهل ان انت تحلها دايره السكندري. انت ممكن تحلها دايره البرايمر عادي، بس الاسهل انك تحلها دايره السكندري. تمام؟ هقول لك ماشي، طب انا هجيب الفولتج ريش على الفينو لود ازاي؟ قال لك والله انت عايز تجيب الاي اس، صح؟ الاي اس اللي هي هنا من الدايره دي. فقال لك احنا هنعمل ابروكسيميشن. تمام؟ بما ان كده كده تيار النولود ده بيبقى صغير جدا، تمام؟ فانا ممكن اروح واخد فرع المغناطيس ده في الاول. ده بيبقى عباره عن ايه؟ ابروكسيميشن تقريبا عشان اعرف اسهل على نفسي حد الدايره. تمام؟ وبالتالي ممكن اشيل ده خالص واحط الفرع ده فين؟ في الاول ده. ولما احط الفرع ده في اول الدايره عندي ده الار سي دبل داش وده الاكس ام دبل داش. هنا النقطة دي هيبقى الجهد عندها اللي هو ايه؟ اي بي دبل داش اللي هو بيساوي الاي اس، صح؟ فانت لو عايز تجيب جهد اللحم هجيب ايه؟ اي بي دبل داش اللي هو بيساوي الاي اس اللي هو هنا بقى بيساوي ايه؟ في بي في بي دبل داش، صح؟ طب ماشي، طب الدايرة دي قال لك ابسطها شوية، يعني ايه؟ قال لك خد ار بي دبل داش والار اس سميهم الار ايكوفلنت منسوبين ناحية السكندري، صح كده؟ مش ده كله منسوب ناحية السكندري؟ الار ايكوفلنت سكندري بتساوي ار بي دبل داش زائد ايه؟ ار اس. طب الاكس ايكوفلنت سكندري يساوي اكس بي دبل داش زائد اكس اس، وعليه الدايره المكافاه تبقى بالشكل ده. طبعا انا مش محتاج الفرع ده في حاجه دلوقتي لان هو مش موصل معايا في الدايره، وانا عايز اجيب البي دبل داش لان هو بالتوازي معانا. فممكن اقول ان البي دبل داش هنا ار ايكوفلنت سكندري اكس ايكوفلنت سكندري، وهنا البي اس ده الاي اس ماينس. وبالتالي انا عايز اجيب جهد اللحم الفينو لود او الفي بي دبل داش، اقول ان هو عباره عن ايه؟ في اس زائد اي اس والار ايكوفلنت اس زائد جي اكس ايكوفلنت اس. يبقى الفينو لود لو في بي دبل داش بيساوي في اس زائد اي اس والار ايكوفلنت اس زائد جي اكس ايكوفلنت اس. ازاي ما فيش لود اصلا؟ ازاي ما فيش لود؟ يعني ما فيش تيار. ماشي، مش انت في كل اللحم كل اللحم هو بيعبر عن ايه دلوقتي؟ الاي اس. فانا هشوف لو انا محمل الاي اس بكام وهو يبقى جهد اللحم. هتقول جهد اللحم ده هيتغير؟ لا، هو الجهد اللي على اطراف الحمل اللي هتتغير نتيجه التحميل. اما جهد اللحم الاي اس ده ثابت، انا بطلع منها الدروب، صح؟ كل ما احمل الدروب بيزيد فبالتالي الاي اس بتقل. فانا قلت في الاساس الفينو لود هو الاي اس. فبما ان لو انا عندي حمل معين لو عرفت احسب الاي اس ده يبقى انا عرفت احسب جهد اللحم، صح ولا لا؟ لا انا بس اعتمادي على الاي اس اللي هنا في الكاميرا. هو الاي اس اللي انا هشتغل عليه شغال ريتد اصلا كمان شويه. لا اصلا النو لود فمش عارف كده. النو لود فولتج هو عباره عن ايه؟ انا قلت الاي اس. الاي اس دي لما تحسبها عند اي حاجه بقى، عند اللحم، عند الحمل الكامل، هي بتعبر عن ايه؟ عن جهد اللحم الريتد يعني. هنا مفيش حمل، صح؟ جهد اللحم دلوقتي ايه؟ انا حملت، هل جهد اللحم ده الاي اس ده اتغير؟ الاي اس ده جاي منين؟ نسبه التحويل مع الاي بي يبقى سالب،
يبقى لو عرفت تحسب الاي اس يبقى هو جهد اللحم. امال ايه اللي اتغير؟ جهد الاطراف. ما بقاش بقى هو جهد اللحم، لا ده انطرح منه الدروب منه، عشان كده الجهد اقل مثلا يعني. ايوه عم حلو في اي وقت يعني. انت عايز تجيب الاي اس او الدي دي دبليو اللي هو في الحاله بقى العاديه بيعبر عن ايه؟ جهد اللحم. يبقى الدي دي دبليو بيساوي الدي دي دبليو داش تمام. دي اس ده الواي اس فرق كوفلنت اس ده جي اكس كوفلنت. بس في مشكله في كده؟ ممكن نحل مساله. ما هو باشمهندس يعني ايه فولتج كده مثلا؟ يعني انت دلوقتي زي ما اتفقنا دلوقتي انا مفيش حمل صح؟ مفيش حمل. الجهد ده الدي اس ده وهو دي اس. طب لما احمل هل الجهد ده هيقل؟ والله من الشكل بتاع الدايره ده باين ان هو هيقل. ليه؟ لان الدي اس هيساوي الاي اس ناقص اي اس في الار ايكويفالنت الار اس زائد جي اكس اس صح؟ فكل ما احمل يعني ازود تيار الحمل، فبالتالي كل ما ازود تيار الحمل ايه اللي هيحصل للجي اس؟ هتقل. فبالتالي انت بشوف مقدار الدروب في الجهد لما يكون مفيش حمل لحد ما احمل الحمل بكام؟ قد ايه؟ ده بسميه فولتش جي. وكام لو انا برضه في الجي اس يعني؟ انا مش ما كانش قصدي كده، قصدي يعني اللي هو الكونسيبت نفسه يعني فولتج ريجوليشن. ايوه قلت لك اهو. انا فهمت الدايره برضه انت طلعت. انا قصدي يعني ايه اصلا؟ انا بقول لك اشوف جهد الاطراف بتاعي مع التحميل بيقل ولا ثابت. هو جيب النسبه دي النسبه يعني. لا مثلا رقم 17 دي بيقول لي البارامترز بتاعت 250 كيلو فولت امبير، عندي 250 كيلو فولت امبير 2400 ضرب 480 فولت سنجل فيس ترانسفورمر اوبريتد اتريتد فولتج اتريتد كيلو فولت امبير. يبقى انا الحمل بتاعي اللي شغال عند ايه؟ اتريتد فولتج عند 480 وشغال عند اتريتد كيلو فولت امبير، يعني بيسحب باور او بيسحب الاس بتاعتي الكامله بتاعت 250 المحول بتاعتي تمام؟ ولا بقول الار ايكوفالنت برايمري يعني الار ايكوفالنت بتاعتي اللي منسوبه ناحيه البرايمري بتساوي 123 من 1000 والاكس ايكوفالنت برايمري بتساوي 1.8 من 100 و ترانسفورمر شغال ستيب داون مود يعني شغال في ان ده البرايمري بتاعي ده سكندر عشان كده يبقى ستيب داون بالجهد تمام؟ ايه المطلوب؟ والله عايز اقول لك ارسم الدايره المكعبه بتاعتك اللي انا المفروض ان هي ديت في الاخر يعني انت هتعملها ان انت تكون زد كفر السكندري وده وتكتب القانون بتاعك واحسب لي الايكويفالنت هاي سايد برامترز. طبعا الدكتور قال لك يعني ايه الافضل ان هو ما بيستخدمش هاي سايد ولو سايد. انت بتشوف الهاي سايد بتاعتي عبر عن ايه؟ برايم. هنا دلوقتي عبر عن ايه؟ برايم. عايز الايكويفالنت بتاعت الدايره بتاعتي منسوبه ناحيه برايم بتاعت البارامترز دي اللي هي الهاي ايكويفالنت برايم او عايز اللو. انا كل مره بدي المسائل اللي تحت ايه؟ لان ما شاء الله بالظبط. عايز اللو يبقى عايز بتاعت السكندري بتاعتي. عايز الاكوفالنت لو سايد بارامترز. اللو سايد يبقى ايه؟ سكندري. ثاني حاجه عايز جهد اللحم دي نولود. ثالث حاجه عايزها الفولتج ريجوليشن عند باور فاكتور 82 من 100 نفس الباور فاكتور ريجوليشن عند 82 من 100 لاج باور. في مشكله في كده؟ هو كان ممكن اصلا في المساله ديت ما يطلبش منك الايكوفالنت بارامترز ليه؟ من ناحيه السكندري. ليه؟ لان انا لما اجي احسب فولت سيجوليشن اصلا هقول ان الدي بي دبل داش بيساوي البي اس زائد الاي اس في ار ايكوفالنت ناحيه السكندري والاكس ايكوفالنت ناحيه السكندري. انت كده كده غصب عنك هتجيبهم من ناحيه السكندري تمام؟ وعليه كل اللي انا عايز انقل الار ايكوفالنت بتاعت البرايمري دي ناحيه السكندري والاكس ايكوفالنت بتاعت البرايمري ناحيه سكندري. فاقول ان الار ايكوفالنت ار ايكوفالنت سكندري هي الار ايكوفالنت بتاعت البرايمري بس مقسومه على ايتا بي العكس. لما كنت بنقل الاول من السكندري بتاعك بضرب في ايتا بي هنا هقسم على ايتا بي. طب الاكس ايكوفالنت بتاعت السكندري اكس ايكوفالنت برايمري على ايتا بي. طب ليه هي عباره عن ايه اصلا؟ نسبه التحويل 2400 على 480 تمام؟ ما في ده في ترم اصلا جسمت عليه ده عامل مطلوب خمسه خلاص يعني مش هقدر اكون الابتدائي يا رب ضرب الداش والبار سكندري اما بار سكندري ما بتسماش عليه تبع اصلا عايز تمسك دلوقتي
ثواني ده الاثنين على بعض ثواني ده ارضي كوفلنت ناحيه الدرايفر يعني ايه يعني ارض درايفر زي ار اس داش تمام ماشي عايز ترجع ار اس داش تعمل ار اس هي اتناسبت ناحيه الدرايفر يعني هنا ناسبين ايه هتلاقي ده ناحيه السكندري صح فانت ناسب ايه ناسب البرايمري ناحيه السكندري والسكندري زي ما هو لما هنسيبهم ناحيه البرايمري يبقى هرجع البرايمري الار بي والسكندري يبقى ار اس داش فلما اجي ارجعهم تاني للسكندري لازم الار اس داش دي ترجع ار اس ولازم اسيبها ليه تاني باشمهندس ما بيوديش البرانش وديناها ناحيه الشمال ليه ابروكسيميشن وقلناها في الاول تركز شويه يا ابروكسيميشن والله عشان اسهل حل الدايره اسهل حل الدايره ودي يعني الدكشن موتور اصلا ما بنعتبرش لسه فرع المناطق ابدا في النص من جوه على طول على الطرف عشان اعرف احل برضه الدايره تمام يبقى انا جبت الار كوفلنت سكندري والاكس كوفلنت سكندري بتاعتي طب والله انا عايز بقى اجيب الفينو لود يبقى انا عايز بقول الدي بي دبل داش بيساوي الفي اس الفي اس اللي هو كام في الحاله دي انا شغال ريت اللي هو كام الاس على الفي اس 480 والزاويه صفر زائد الاي اس بتاعي جوه منين؟ والله انا معايا ان الحبل بتاعي شغال عند الريتد فولتج وبيسحب الريتد كله فولت عندي يبقى هو الاي اس بيساوي الاس على الفي اس الاس بتاعتي بكام؟ 250 في 10 اس 3 على 480 ها؟ يبقى انا كده جبت من الكيوب طب الزاويه بتاعتي؟ وانت مديني باور فاكتور بس لا يبقى هو سالب كوزاين ماينس 1 باور فاكتور اللي كان 280 طب انا كده جبت الاي اس طب انا احطها هنا طب انا جبت الار ايكوفلنت اس زي الجي اكس ايكوفلنت اس يبقى انا حسبت ايه؟ الفي دي دبل داش اللي هو بيساوي جهد النيرو طب عايز فولتج ريجوليشن فولتج ريجوليشن بيساوي الفي دي دبل داش اللي انا حسبته ناقص 480 على 480 طبعا الناتج ده هيبقى بوزيتيف ما تضربه في 100% تمام؟ والله بوزيتيف بوزيتيف لان هو لاك باور فاكتور انا هقول لك حاجه معلومه يعني عايز تاخدها كتر مش عايز مش مهم ان انت لما بتيجي تشتغل طبعا الكلام ده هتعمله في الشبكات انا برضو خدت لا شبكات ثالثه اعتقد يعني انت لو عندك دي سي فانت طبعا اللي بيتحرك عندك باور مش عندك كيو لان انت شغال دي سي تمام فبقول ان انت الدي سي الجهد يبقى ليه قيمه واحده ملوش زاويه فده يبقى بي واحد مثلا وده بي اثنين والله بقول ان التيار في حاله الدي سي بيمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل صح كده؟ التيار هيمشي كده الجهد الاعلى للجهد الاقل اللي انا قلت بي واحد اعلى من بي اثنين وبالتالي الباور بتاعك هنا بيبقى اعلى من هنا صح كده؟ يبقى الباور بتاعك ماشي في نفس اتجاه التيار في مشكله؟ انما لو شغال اي سي بيبقى ليها اعتبارات ثانيه ان انت لان الفولت بتاعك بيبقى ليه جهد قيمة وزاوية دلتا واحد هنا بيبقى في بي اتنين وهنا دلتا اتنين ويبقى عندك كيو بي اتنين بي وكيو تمام لان انت عندك ملفات او مكثفات فهتلاقي ان الباور وده انا مش محتاجه قوي دلوقتي بيمشي من الدلتا الاعلى للدلتا الاقل يعني انت لو عايز تمشي باور لو ده ترانسميشن لاين عايز امشي باور كده يبقى لازم الجهد الدلتا ديت تبقى اعلى من دي يعني مثلا دي 20 ودي 10 يبقى الباور هيمشي ازاي؟ طب عايز امشي كيو الكيو بتمشي من الامبليتود الاعلى للامبليتود الاقل يعني انا قلت بي 2 اعلى من بي 1 يبقى الكيو هتمشي كده ها يبقى انا لو قلت بي 2 اعلى من بي 1 الكيو هتمشي كده طب لما اقول لك ان هو لك باور فاكتور معنى ان هو لك باور فاكتور يعني ايه؟ يعني انت الحمل بتاعك ملفات صح؟ يبقى في ملفات ما دام هو لك باور فاكتور يبقى الحمل بتاعك فيه ال بما ان في ال يبقى يعمل ايه؟ هياخد كيو وبما انه هياخد كيو يبقى الجهد عنده اقل من الجهد اللي ايه؟ بتاع اللحيه هي الدلتا الزاويه دي الزاويه بتاعت الجهد الجهد يبقى ليه لا زاويه مع بيبقى انت ليك ريفرنس عادي يمكن الجهد زاويته 50 والطيار زاويته 20 عادي مش ده بالنسبه للريفرنس تمام؟ انت بتقول هنا لو ده لاك باور فاكتور يبقى هو اللي بياخد كيو عشان ده ملف بما انه بياخد كيو يبقى الجهد هنا اعلى من الجهد هنا يبقى الجهد عنده هيبقى ايه؟ اقل وبالتالي الجهد الريتد عنده هيبقى اقل فالبوتش ريشن يطلع بالبوزيتيف المساله اللي بعديها لما تيجي تحل هتلاقي ان هو بيقول لك الباور فاكتور ليد وبما ان الباور فاكتور ليد يبقى انت حاطط مكثفات هنا وبما انك حاطط مكثفات يبقى هي اللي بتدي كيو
وما انها بتدي كيو يبقى الجهد عندها انكودد، فتلاقي ان الكونفيجريشن طالع في سالب لان الفي ريت اعلى من الدينو لوب. تمام؟ طبعا شفت بقول لو انت عايز تفهم الناتج طلع ليه بوست بقيه انا مش عايز، مفيش مشكله المساله هتتحل وتطلع بالسالب وتحط السالب زي ما هو ولا حصل اي حاجه، مفيش مشكله. يقول والله عندي 37.5 كيلو فولت تكبير 3900 230 فولت 60 هرتز سنجل فيس ترانسفورمر شغال ستيب داون، هو شغال دلوقتي ستيب داون يعني ده البرايمري بتاعي بس كاندل بتاعي. يقول لي اللود بتاعك شغال عند الريتد، هو شغال المواد الترانسفورمر بتاعي شغال عند ريتد لود والريتد فولت، يعني والله شغال عند 230 عشان لو احطها عند السكندري وبيسحب الليست بتاعتك اللي هي 37.5 كيلو فولت عندي. وباور فاكتور بتاعك عباره عن 68 لاج باور فاكتور. يقول لي الايكوفالنت سيركت الايكوفالنت ريزيستنس عند الرياكتنس اللي فيرد تو لو سايد، ادالك الفيرد تو انفو للو سايد يعني ادالك ناحيه سكندري، فهتلاقي كتبتك حتى في المسار اهو مسهل عليك ان ار ايكوفالنت سكندري بتساوي 0.0224 والاكس ايكوفالنت سكندري تساوي 0.876 اوم. بقول لك والله الماجنتايزنج رياكتنس والايكوفالنت كورنوس ريزيستنس اللي هو الار سي والاكس ام بس منسوبين ناحيه الهاي سايد، فهتلاقي كاتب لك الاكس ام المفروض انها ريفيرد للبرايمري تساوي 43617، الار سي بتساوي 174864. تمام؟ ايه المطلوب؟ المطلوب والله انا عايز الاوت فولتج وان ذا لود از ريموفد. يعني عايز ايه؟ نلود. عايز فولت اللي احنا. بي اس نلود. ثاني حاجة عايز الفولت ريجوليشن. ثالث حاجة عايز الزد انبوت بتاعت الترانسفورمر واللود. رابع حاجة عايز الاكسايتنج كارنت، انا عايز تيار النلود وعايز الزد انبوت ات نو لود. عند اللاحق بالراحه كده بقى، عايز الفولت ريجوليشن والجينولود الاول وعايز الزد انبوت بتاعت الايه الترانسفورمر والجينولود. هقول والله انا عايز الفولت ريجوليشن وانا ممكن اجيب الجي دبل داش ده بتساوي جي اس ده الواي اس ده الار كولا سكندري ده الجي اكس كولا سكندري، مش كده؟ تمام. والله انا اصلا عندي الار كولا سكندري هو مداني جاهزه والاكس كولا سكندري، يبقى كل اللي انا عايزه ايه؟ والله انا معايا البي اس اصلا بكام؟ 32 بالظبط. طبعا دول معايا يبقى انا فاضل الاي اس، يبقى انا ممكن اقول ان الاي اس بتساوي الاس بتاعتي اللي هي كام؟ 37.5 لان هو شغال عند الريتد في 10.3 على 230، يبقى انا كده جبت الاي اس. طبعا الاي اس بتساوي القيمه اللي انت جبتها من هنا وسالب كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور اللي هو كام؟ 68 من هنا. تمام؟ تمام. يبقى انا كده جبت ال في في دبل داش اللي هو الدينو لود، وانا عايز اجيب الفول سيميوليشن. اقول والله هو ال في في دبل داش او جود النو لود ناقص جود الريتد اللي هو بتاع السكندري 230 على 230، انا كده جبت الفول سيميوليشن بتاعي. تالت حاجه وعايز الزد انبوت للترانسفورمر واللود. طبعا احنا لما بنقول ان احنا دي افعال كوفلنت سكندري واكس كوفلنت سكندري كان انا عملت ايه؟ المغنتيزيشن برانش اللي عندي ده. تمام؟ فبالتالي الدايره بقى شكلها عامل كده. هو عايز الزد انبوت بتاع الترانسفورمر اللي هو ار ايكوفالنت جي اكس ايكوفالنت وبتاعت الحمل كمان، بس من ناحيه الانبوت يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه البرايمري بتاعك. طب والله ما عادي، ما انا ممكن احسبها ناحيه السكندري وانسبها للبرايمري. طب هنسيبها ناحيه السكندري ازاي؟ ما انا عندي ار ايكوفالنت اس واكس ايكوفالنت اس وما دام في حمل يبقى الحمل ده ليه ايه؟ زد ال. فانا ممكن اقول ايه؟ اقول والله ان الزد انبوت بتاعتي دي بس منسوبه للسكندري بتساوي ار ايكوفالنت اس زائد جي زائد جي اكس ايكوفالنت اس زائد زد ال. طب انا معايا الزد ال؟ والله مش معايا، بس انا معايا الجهد عليها والطياره، يبقى اقول الزد ال بيساوي الفي اس اللي هو 230 بالظبط صفر على الاي اس اللي انا حسبته، يبقى انا كده جبت ايه؟
الزد يبقى انا جبت الزد ديمود بس ناحيه سيب. طب انا عايز ناحيه البرايمر او الزد ديمود عامه بقى تساوي ايه؟ اي سكوير زد ديمود ناحيه السكند. في مشكله في كده؟ ها اخر حاجه عايز هو عايز طيار النور والزد ديمود اتنولو. والله انا عندي الدايره بتاعتي لما كنا بنشتغل الدايره بتاعتي اهي دي هتلفيت بتو برايمري سايد. طبعا الكلام ده هنتكلم عليه تاني اكتر في تجربه اللحية دي. هنا كان اي بي وهنا اي اس داش وهنا اي او. طب قال لك لو ما كنتش في حمل فبالتالي مفيش طالع يمشي في السكندري الدايره دي بتبقى مفتوحه. ها وبما ان مفيش حمل فالمفروض التيار اللي مسحوب بالدايره يبقى قليل جدا لان التيار ده بيبقى مسحوب على اساس ان هو هيتغلب على اللوسز بتاعت الاير بروسر ويعمل الفاينل ميوتايزنج بس. فالتيار اللي كان هيمشي هنا انت بتقول ان هو قليل جدا ان هو تقريبا طال النولود فبالتالي الدروب اللي هنا هيبقى قليل. فبالتالي ممكن اعمل ايه كمان في ده؟ احمله. طيب الايكوفالنت بتاعتي شكلها عامل كده في حاله النولود انها عباره عن هنا الفي بي طبعا ده كله ريفيرز بالدرايفر يعني وده طال النولود وده الار سي وده الاكس ام. طب لما يطلب مني الزد دي ابدا اتنولد على فكره بس انا حاجه شبهها برضه في السكشن بتاعي. تمام لما يقول انا عايز الزد دي ابدا اتنولد يبقى عباره عن ايه؟ الار سي توزيع على الاكس ام صح؟ يبقى الزد بتاعت الانبوت اتنولود هي عباره عن ايه؟ ار سي توزيع مع اكس ام بتاعه. في مشكله؟ طب ما هو يكون عايز التيار النولود. والله انت مش هتروح يعني تقول لي والله يا باشمهندس احنا خدناها قبل كده هحط التيار هنا اي او اي واقسم الفي على الار سي اعرف ايه التيار او اي واقسم الفي بي على الجي اكس ام نحسب التيار الاي ام واجمعهم على بعض. طب ما انت جبت الزد دي يا ابني هديك مع الفي بتقسم الفي على الزد تجيب لك الطلعه على طول وخلاص قيمه وزاويه. تمام؟ فانت هتقسم الفي دي على الزد تجيب الاي او قيمه وزاويه على طول يبقى انت حصلت الاكزايتنج كارنت والزد دي امبوت اتنولو. في مشكله في المساله؟ مهندس رقم ثلاثه انا كنت جبت الزد دي اخده في حاله نورو ولا خايف ان انا اعتبرك لا لا هو في حاله بقول لك عايز الترانسفورمر واللود يبقى انت كانك محمل اللود اللي هو اصلا بالحمل الكامل بتاعه اللي هو بيسحب 37.5 كيلو فولت. في مشكله في المساله؟ نكمل. المسألة اللي جاية مسألة 28 والله المسألة دي أنا يعني كنت بسترخمها شوية السنة اللي فاتت يعني بس لما أنا خدنا شيت الماجنتيك سيركت فأنت خدت كل القوانين تقريبا اللي تحل المسألة دي. المسألة المفروض بقت أسهل شوية. فاحنا هنقول المسألة 28. أنت عارف الكفاءة بتاعت أي آلة بتاعتك؟ الكفاءة بتاعت أي آلة بتساوي البي أوت بتاع على البي إم. بتساوي البي اوت على البي ام. طبعا انا بتكلم على الترانسفورمر فبرضه البي اوت على البي ام ممكن اقول انها عباره عن البي اوت والبي ام ده عباره عن البي اوت زائد سمشن الوسط اللي موجوده فين؟ في الاله بتاعتي. فالمفروض انها بتساوي البي اوت على البي اوت زائد سمشن الوسط. طب الوسط والله اللي موجوده في الاله دي ايه؟ قال لك الاله دي ستاتيك ماشين يعني ما فيهاش اجزاء دوره فبالتالي ما فيهاش ميكانيكال لوسز يعني ما فيهاش فريكشن ولا ويندج ولا اي حاجه من الحاجات دي. فبالتالي اللوسز اللي موجوده هنا بتبقى عباره عن حاجتين اثنين. وطبعا الدكتور مصطفى يعني بيحب يسال السؤال ده في العمل شويه يقول لك كفاءه الترانسفورمر اعلى ولا الدي سي؟ ده بيتكلمها في العموم يعني على السن الترانسفورمر ما فيهوش ميكانيكال لوسز والدي سي فيه جزء بيدور ما دام في جزء بيدور يبقى في احتكاك فبالتالي المفروض الكفاءه تقل. طب السؤال بيتكلم في العموم فانت هتقول الترانسفورمر عشان هو ستاتيك ماشين. تمام؟ فبالتالي اللوسز اللي موجوده بتبقى عباره عن حاجتين هنا كبر لوسز وايرل من ايه؟ لوسز. لوسز. طب والله الكبر لوسز اللي موجوده ديت بتبقى موجوده فين؟ في البرايمري بتاع وايندنج والسكندري يعني اي اس سكوير والار اس صح؟ مجموع عليها الاي بي سكوير والار بي او مش ممكن اجيب الايكوفيلنت ناحيه واحده فيهم زي ما كنت بقول يعني ممكن اقول ان هي على طول الاي اس سكوير مضروبة في الار ايكويفالنت اللي منسوبه ناحيه السكندري او الاي بي سكوير في الار ايكويفالنت منسوبه ناحيه البرايمر صح كده؟
انا هستخدم القوانين اللي فوق ده في المساله. تاني حاجه يا الارض وصف والارض وصف اللي كانت بتضايقني في المساله دي شويه بس انت خدت القوانين بتاعتها. المفروض انا نص ده بتنعش ان حاجتين اتنين البي اي ستريس وصف والبي اي دي كارد. طبعا الاستريس وصف نتيجه ان انت بتعمل ايه بعد ما اغمط القلق او اغلق الدومينز بتاعت الماده المغناطيسيه في اتجاه برجع بحاول اغلق في الاتجاه الثاني وبالتالي يبدا يبقى في حراره. الحراره ديت بتتعرض عنها بالهيستريس الوسط. تمام؟ وقلنا الهيستريس الوسط ديت بتتناسب مع الاف البي ماكسيمم اس 1.6 لو حد فاكر. تمام؟ والاي دي كارنت هي نتيجه وجود التيارات الدوامية. تمام؟ فانت برضه بتمشيها عن طريق الكامل دايجنيشن بس البي اي بتتناسب مع ايه؟ F سكوير البي ماكس سكوير. تمام؟ طبعا احنا متفقين ان الايرد لوسز ديت لا تعتمد على التحميل فهي فيكسد لوسز لان هي بتعتمد على ايه بس؟ على الفريكونسي وعند الفولت. طبعا الترانسفورم بتاعك بيشتغل على الفريكونسي ثابت على طول مش شرط على طول يعني بيشتغل على الفريكونسي ثابت طالما هو شغال والفولت بتاعك تقريبا بيبقى الجهد الزيت اللي موجود في القلب فبالتالي ايرد لوسز ثابت. هو في كور لوسز الاثنين مجموعين على بعض؟ لا دول لا دي او دي انت كده اخترت الاثنين مع بعض ضمنيا. يبقى هي ديت او دي قصدي في القانون الاول الاول اه دول مجموعين على بعض. بس كنت بقول برضو ان البي ماكس تتناسب مع ايه؟ لما قلت لك ان الاي ام اف بتساوي 4/4 في المقدار وشلت الفرق في البي ماكس سبب في الاريا فقلت ان البي ماكس تتناسب مع بي على اف صح كده؟ مساله 28 بتقول والله انا عندي ترانسفورمر، الترانسفورمر ده شغال عن 60 هرتز. تمام؟ ليه ريتنج معين؟ انا عايز اشوف لو انا شغلت الترانسفورمر ده عند 50 هرتز بس عند ريستريكشنز معينه الريتنج دي هتتغير ولا تفضل ثابت؟ يعني ايه؟ انا عندي ترانسفورمر مثلا 28 ترانسفورمر ده 150 كيلو فولت امبير 7200 على 600 فولت. سنجل فيس ترانسفورمر شغال عند ريت كونديشنز. تمام؟ الهيستريسيس لوسز بتاعت البي اتش عباره عن 527 واط. البي دي كارنت 373 واط. البي كفر عباره عن 2000 واط. عندك ذا ترانسفورمر از يوزد تو بي اوبريتد ات 50 هرتز سيستم. انا عايز اشتغل عن 50 هرتز. يعني انا هشغل الترانسفورمر ده فين؟ عايز 50 هرتز بس في ريستريكشنز. ايه الريستريكشنز اللي انت بتحافظ عليها؟ ان الماكسيمم كور فلوكس اللي هو الفاي ماكس او البي ماكس يساوي كونستنت وايه كمان؟ وانا عايز التوتال لوسز اللي عندي في الاله تفضل ثابت يبقى سمشن لوسز يفضل ايه؟ ثابت. ايه المطلوب؟ والله انا عايز النيو فولتج ريتنج وعايز النيو كيلو فولت امبير ريتنج يعني عايز الجي بي نيو والفي اس نيو وعايز ايه كمان؟ عايز الاس نيو. طبعا الريستريكشنز اللي عندي دي اللي هجيب منها القيم. والله قال لك هنبدا ازاي؟ قال لك انت عارف ان ما دام الفي ماكس بتساوي كونستنت يبقى الفي على اف تساوي كونستنت. بما ان الفي على اف بيساوي كونستنت ممكن اقول سواء للبرايمري او للسكندري فاقول الفي بي نيو على الاف نيو بيساوي الفي بي اولد على الاف اولد. انت عندك الاف اولد اللي كنت شغال عندها اللي هي كام؟ 60 واللي انت شغال عليها بتاعت الجديده اللي هي كام؟ 50. طب الفي بي اولد بكام؟ 7200. يبقى انا عرفت اجيب الفي بي نيو بتاعتي. طب والله نفس الكلام للسكندري الفي اس نيو على الاف نيو بتساوي الفي اس اولد على الاف اولد. نفس الكلام بالظبط ده 60 ودي 50 والفي اس اولد بكام؟ 600. يبقى اعرف اجيب الفي اس نيو والفي بي نيو ده اللي هو ايه؟ المطلوبين الاولين بتوعي. عايز انا ايه؟ الاس جديد. طب الاس اصلا بتساوي ايه؟ الاي اس الفي اس. تمام؟ طب والله الفي اس ديت انا جبتها يعني انا محتاج ايه؟ اي اس. طب ايه الشرط الثاني اللي عندي؟ سمشن لوسز بيساوي كونستنت. تمام؟ فانا هقول والله ماشي. بما ان سمشن لوسز بيساوي كونستنت يبقى مجموع اللوسز دي كلها بتساوي مجموع اللوسز في الحاله الجديده. مجموع اللوسز دي كلها دي قد ايه؟ البي اي دي واي دول تقريبا 900 يبقى 2900. يبقى انا بقول ال 2900 دول بتساوي ايه؟
في دي كارنت بروسس في الحاله النيو زائد في هايستريسيس في الحاله النيو زائد في كفر في الحاله النيو. ماشي، تعرف تحسب ايه منهم؟ اعرف احسب الاثنين دول. ليه؟ لان معايا قوانين بتربط لي الاف مع البي اتش او الاف والبي ماكسيمم مع الايه البي اتش والبي. يبقى انا هحسب بي اتش دي نيو والبي اتش نيو. احسبهم ازاي؟ والله البي اتش ما دام البي ماكسيمم كونستنت يبقى البي اتش ده سمناه الاف يبقى البي اتش نيو. على البي اتش اولد بيساوي اف نيو على اف اولد. مش كده كده البي ال بي اتش بتتسمى الاف لان البي ماكسيمم سطح والبي اف بتتسمى اف تبعها لان البي ماكسيمم سطح. وبالتالي اعرف اقول ان البي اتش نيو على بي اتش اولد بيساوي اف نيو على اف اولد. دي اللي هي كام؟ 50 60. البي اتش اولد بكام؟ 527. يبقى انا حسبت ايه؟ البي اتش نيو. البي اتش نيو. طب والله بالنسبه للبي اي كارنت، ما البي اي نيو على البي اي اولد بتساوي اف نيو على اف اولد بس ايه؟ كل تربيع. يبقى ديت 50 دي 60 البي اي اولد 373. يبقى عرفت احسب البي اي نيو. البي اي نيو يبقى انا حسبت دي كمان. بعرف اجيب من هنا ايه؟ البي كفر. البي كفر نيو. بما اني جبت البي كفر نيو اللي انا حسبتها دلوقتي خلاص اللي هي هتساوي الاي اس تربيع نيو الار ايكويفالنت منسومه ناحيه سكندر صح؟ طب والله طب الار والبي كفر اصلا اولد بايه؟ معايا اس سكوير الار ايكويفالنت منسومه للسكندر. طب ما دي معايا ودي معايا. وانا لو قلت البي كفر نيو على بي كفر اولد هيساوي الاي اس نيو على اي اس اولد دي تربيع ودي تربيع. طب انا عارف دي انا معايا دي اللي هي كام؟ ال 2000 دي حسبتها. لو جاي احسب دي عشان اعرف اجيب الاي اس نيو عشان اعرف اجيب الاس تمام. طب اجيب دي منين؟ قال لك ما انت معاك الريتنج ده اصلا بتاعها. يعني ممكن اقول ان الاي اس هيساوي اولد الاس على الدي اس. الدي اس بكام؟ لسه 150 150 في 10 في 3 على 600 بقى. 600 بقى. وانا جبت الاي اس سول. بما اني جبت الاي اس سول بعرف احسب الاي اس نيو وادور الاي اس نيو في الدي اس في 2 من اس نيو. ديمقراطيه يا استاذ. ديمقراطيه. ساكت يا استاذ. خد بقى ان دي كانت بتتشرح وهو ما خدش اصلا قوانين البي اتش ولا البي اي ولا اي حاجه من دي. كنا لازم نضطر نشرح دي تاني. القوانين وبعد كده نحل المساله. انا خايف ان انت عارفهم وزهقت اصلا من المساله. هو ممكن لسه تبقى ثابته؟ ايه؟ مش لسه تبقى ثابته؟ ولا هتتغير مع لسه هتتغير يعني مع قرار الدكتوراه ده؟ الكلام ده يعني فكره الفي على اف بيساوي كونستنت اللي احنا قلناها ديت هتلاقيها كتير قوي لما بتاخد درايف. لما باجي اشتغل بانفرتر مع كابشر ماشين لما بقلل الفريكونس عن الفريكونس ريتد ده الفريكونس اللي شغال عند 60 وانا بشتغل عند 50 شغال عند 60 وانا شغال عند 50. فلما بقلل الفريكونس بتاع الفريكونس ريتد ببدا احافظ على الفي اف بيساوي كونستنت عشان النص بتاعك تبقى ثابت. وبتاخد باور يعني في شويه حاجات كده انا بسمعها واكس ايكوفالنت واقول لك سيميلر فولت سيميليشن. بما اني ممكن اقول لك احسبهم انت وحتى الفولت سيميليشن. طب احسبهم انا ازاي؟ عن طريق ايه؟ النو نود والشورت سيركت تيست. وعليه انت بدل ما يديك البارامتر بتاعت الاله هتحسبها انت من النو نود والشورت سيركت وعليه تعرف تحسب الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت وتعرف تجيب فولت سيميليشن. فهل هيجيب لك مساله ويديك الار ايكوفالنت والاكس ايكوفالنت؟ لا هيجيب لك مساله تعمل فيها النو نود والشورت سيركت تحسب منها الايكوفالنس تحسب منها الكونفجريشن. يبقى هي المساله ديت هي اقرب مساله انها تيجي يعني عشان هي المساله اللي لما كلها تيجي للثاني ولا طيب؟ الاثنين بس هو كده لازم يبقى مديني باور وتيار صح؟ المهم انت عندك لو انت الترانسفورمر بتاعك ريفيرد تو برايمري سايت يعني مش هينفع اعمل كده. ده ال ار بي اكس بي 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 ماشي ده ال اي بي هنا ده ال اي اس داش
هاي اس داش اكس اس داش وهنا البي اس نمر هنا تعرض لود هنا الار سي هنا الاكس ام هاي او اي هاي اس فهذا البي اس والله قال لك انا عايز احسب بارامتر بالبارامترات بتاعت الاله بتاعتي ومعنى بارامترات الاله ان انا عايز احسب الار بي والاكس بي والار اس داش والاكس اس داش عايز احسب الار بي والاكس بي والار اس داش والاكس اس داش والار سي والاكس اس داش فبقسم دي الحاجتين اتنين حاجة أولية اللي هي الوايندنج بارامترز يعني عايز أحسب البارامترات بتاعت الملفات الملفات هي بتعبر عنها ايه؟ ار بي اكس بي وار اس داش واكس اس داش تاني حاجة هي الكور بارامترز الكور بتاعت القلب الحديد اللي هي بتعبر عنها ار سي واكس ام هعمل الكلام ده ازاي هعمل الكلام ده عن طريق اختبارين اتنين أول اختبار عندي هو النولو تيست وفي النولو تيست ده بعد ما أحسب الكور بارامتر تمام ايه عارف احسب ايه الار سي والاكس ام بتاعك تمام والله اقول لك والله انت مفيش حمل عندك بما ان مفيش حمل يبقى برضه والله اس داش بيتبقى بكام بس انا هتضطر امشي كده اضطر امشي بس اضطر نولود عشان مفيش حمل عندك اضطر نولود ده قليل لان كل الباور اللي داخل اصلا بيطلع على هيئه فوسز فبالتالي بما ان الطلب ده قليل فالجهد ده اتقسم على ده وده فالجوه ده قليل جدا او الدروب ده قليل جدا فبقدر اشيل الفرع ده فيبقى لك الدائره المكافئه في الاخر شكلها عامل كده هنا ار سي هنا ايه؟ اكس اول حاجه انا بقول ان انا عايز اعبر عن ار سي وعن الاكس ام تمام؟ طب الار سي دي اصلا بتعبر عن ايه في الواقع؟ قال لك الار سي دي مش موجوده اصلا امال دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الاير لوسز يعني انا قلت ان في لوسز اللي هي الاير فبما انها لوسز بتحصل في الاله فانا اقرب حاجه الكتريكال كومبوننت او باسيف كومبوننت اعرف اعبر عنها بيها هي المقاومه لان المقاومه هي اللي بتحصل فيها لوسز فبالتالي الار سي دي بتعبر عن ايه؟ عن اللوسز بتاعت الاير والاير لوسز دي بتعتمد على ايه؟ على الفولت وعلى الفريكونسي فبالتالي انا لو عايز اعرف احصل على الاير لوسز ريتد او اعبر عن الاير لوسز ريتد لان كده كده الترانسفورمر بتاعك بيشتغل عند الجهد الريتد وعند الفريكونسي ثابت فلازم الفولت اللي يبقى محطوط هنا على الدايره يبقى جهد ايه؟ جهد ريت فبالتالي التجربه دي لما بتشتغلها بنشتغلها عن الجهد الريت والله لو انا الترانسفورمر عندي 22 كيلو فولت 220 فولت ده اللي هو الهاي سايد وده اللي هو اللو سايد انا اشتغل التجربه دي عند الهاي سايد ولا اللو سايد؟ اللو سايد طبعا بنوصل ليه؟ لان انت في المعمل هتبقى محتاج سورس ده يطلع لك الجهد الريت فانت الانسب انك تجيب جهد الريت اللي طلع لك 22 كيلو فولت امبير ممكن ما تعرفش تجيبه اصلا تمام لان احنا شغالين في اللو فولتج فانت هتضطر انك تقول انت تشتغل عن الجهد الاقل فتشتغل عند 220 فولت وبالتالي التجربه دي بتتعمل فين؟ في اللو طيب وبالتالي انا عايز احسب منها الار سي والاكس ام صح؟ يبقى الار سي والاكس ام دول محسوبين فين؟ ده اللو سايد على حسب بقى اللو سايد ده يبقى السكندري او برايمري هنا هيبقى ايه؟ السكندري فهو ان هو محسوب عند السكندري مش مشكله في كده؟ طب والله هحسب اصلا ار سي واكس ام ازاي؟ قال لك والله انت هتجيب لك هتجيب جهد متغير تبدا تغير في الجهد وتحسب الفولت بتاعك والتيار عن طريق اميتر والباور عن طريق ميدي فانت في الامتحان تروح راسم الدائره المكافئه دي كده تستمتع بالقوانين وبعد كده تعوض تمام يعني ده بتاع كده هتستمتع بالقوانين وهتبقى معوض كده فاقول ايه؟ انا قاعد اغير في الكود لحد ما اوصل ايه؟ الكود الريتد فالداتا بتاعتي اللي انا اعرف اخدها اللي هي البي نولود والبي نولود واي نولود اعرف اقول هنا ان البي نولود بيساوي البي نولود اي نولود كوزاين فاي نولود فانا لو محتاج ارسم من هنا ارسم الفيزور دايجرام وهنا ارسم فيزور دايجرام انا محتاج ريفرنس الريفرنس بتاعي هنقول فيه ايه؟ او باخد الريفرنس بتاعي من الريفرنس بتاعي من البي او الزاويه بتاعته صفر كده هتلاقي الجهد البي او على المقاومه ديت والملف ده فبالتالي في تيار هيمشي هنا اللي هو بيسموه الاي او اكتف وهنا بيسموه الاي او مونتايز فهتلاقي ان الاي او اكتف ده
طيار ماشي في مقاومه يبقى التيار والجهد على المقاومه امتين. هتلاقي التيار قايمه ايه في الاتجاه ده. طيار ماشي في ملف بيلاقي الجهد عليه بزاويه 90 فانت هتلاقي الجهد بتاع الهاي او قريب كده. هتلاقي المحصله بتاعتك هي الزاويه بين الفولت والتيار اللي بتبقى الفاي او اللي هي كوزاين فاي او بيعبر عن الباور فاكتور في حاله اللحمه. وعليه اقدر اقول ان الهاي او ايه؟ يساوي الاي او كوزاين فاي او والاي ام بيساوي الاي او ساين فاي او. تمام؟ يبقى الاي او ايه؟ بيساوي الاي او كوزاين فاي او والاي ام اي او ساين فاي او. تمام؟ بالنسبه لك بقى تعرف تحسب كده الار سي اللي انت عايز تحسبه وتحسب الاكس ام اللي انت عايز تحسبه. الار سي عباره عن ايه؟ دي في او على الاي او اي والاكس ام عباره عن الفي او على الاي ام. كمان حسبت هنا ايه؟ الار سي والاكس ام. تمام؟ ده اللي انا عايز احسبه ده. ده اول حاجه حسبتها اللي هي الكور بارامترز بتاعتي. هل من الدايره دي بس او من التجربه دي بس بحسب كده؟ قال لك لا والله انت بتحسب الفي ايرن نوصل اللي هي بتعبر عنها بايه؟ بالفي او. ليه بقى؟ لان انت بدل ما فيش حمل عندك يبقى كل الباور اللي انت واخده رايح فين؟ اللوسز. فاللوسز ديت بتعبر عنها بالغرض لوسز. فبالتالي بما انك شغال عند الجهد الريتد يبقى البي اللي انت حاسبها بتساوي البي ار لوسز الريتد. دي عشان هنحتاجها فين؟ واحنا بنحسب الكفاءه. يعني الكفاءه بتساوي بي اوت على بي اوت زائد بي ار زائد بي كفر. انا جبت البي ار من التجربه اللي هو البي او. في مشكله؟ تاني حاجة عندي تجربة الشورت سيركت. والشورت سيركت تسمع احسب منها الباقي اللي هو بيعبر عنه بايه؟ بالوايندنج بارامتر. يعني انا من التجربة دي عايز احسب الار بي والاكس بي والار اتش داش والاكس اس. كل ده اللي عملناه انا هعمل ايه هنا؟ هعمل شورت تاني. تمام؟ وبعدين عملت شورت. هو ده يقول لك لو انت ملاحظ انت هتلاقي ايه اللي بيحصل عندك اصلا؟ ان انت المقاومه دي بالنسبه للمقاومه دي صغيره جدا. فطبعا لو دولت فوتهم توازي فهتبقى المقاومه المكافئه اصغر من اصغر مقاومه. فبالتالي الزد ايكوفالنت في الدايره دي كلها تبقى قليله جدا. فبالتالي اي تيار هتحطه هنا هيمر التيار عالي لان الزد ايكوفالنت قليله. فانا لما باجي اشتغل التجربه دي بحاول ابص ان انا كده كده هشتغل عند جهد قليل عشان التيار بتاعك ما يوصلش للريتد عشان ما يحرقش الملفات. فاول حاجه انت بتقولها ان الجهد بتاعك اللي هنا ده بيبقى حوالي 5%. لو انت فاكر في المعمل كنا بنوصل تقريبا 10 فولت ده التيار وصل 16 6 و10 امبير. تمام؟ فكنت اوصل حوالي 5% من الجهد. تمام؟ ويوصلني للتيار الريتد. طب لما يبقى الجهد بتاعك اللي داخل 5% والار نوصل اصلا بتعتمد على ديو ليف والار نوصل الفولت بتاعك قليل جدا يبقى ممكن اعمل ايه؟ اهمل انا نرص خالص يبقى يعني ممكن اهمل الفرع المرفوضه ده خالص. وبالتالي الدائره المكافاه بتاعتك هتبقى عامله ازاي في الشورت سيركت تيست كده. ار بي اكس بي ار اس داش واكس اس داش. فبعمل ايه هنا؟ بروح واخد الار بي والار اس داش اسميهم ار شورت سيركت اللي هي بتبقى ار بي زائد ار اس داش والاكس بي زائد الاكس اس داش بتساوي اكس شورت سيركت. فيبقى الدايره المكافئه عندي عامله ازاي؟ عامله كده ار شورت سيركت اكس شورت سيركت وانا طيار المرة اي شورت سيركت. طب والله انا هعمل حاجه من هنا هحسب الار بي والاكس بي والار اس داش والاكس اس داش وكمان هحسب عايز احسب البي باور ريتد عندي لان الجوه ده اللي طب لما احسب البي باور ريتد بعمل البي باور ريتد يعني ايه؟ عشان احسب الكفاءه بقى ان انا البي باور ده على الطيار. وبالتالي عشان احسب البي باور ريتد لازم الطيار اللي مر هنا يبقى طيار ايه؟ ريتد. وبالتالي التجربه دي اتعمل فين؟ عند الريتد اللي هو الاي ريتد. بما اني عامل التجربه دي عند الريتد كارد فانا هشتغلها عند الهاي سايد ولا اللو سايد؟ هيبقى عندي ده 22000 22. اشتغلت التجربة دي عند الهاي سايد ولا اللو سايد؟ اللو سايد. لو اشتغلت عند اللو سايد يبقى التار اللي هيمر هيبقى كبير جدا. كل التار اللي هيمر هيبقى لوسز زدت هي مكتوبة عند الهاي سايد بتاعي
كده كده الجهد بتاعه قليل جدا اللي انا محتاجه فهعرف اجيبه من المعمل عادي. فانا الطلبه دي بتشتغلها فين؟ عند الايسر. وبالتالي الار بي والاكس بي والار اس داش والاكس اس داش دول هحسبهم فين؟ عند الايسر. لو هنا يبقى هحسبهم فين دلوقتي؟ يبقى انا في جزء بحسبه ناحيه الدرايفري والجزء الثاني بحسبه ناحيه سكند. طب احسبه اكمل بقى لو طب انت هتكمل التجربه او هتحسب الار اصلا الار بي والاكس بي والار اس داش والاكس اس داش ازاي؟ قال لك هجيب جهد برضه وابدا اغيره وقيس الفولت وقيس التيار وقيس الباور طبعا عن طريق واتميتر واميتر وفولتميتر. طبعا تغيير الجهد هنا بيبقى تغيير صغير جدا عشان انا بغير التيار عشان ما يعديش تيار الريتد. وبقول ان البي شورت سيركت بيساوي الاي شورت سيركت تربيع في الار شورت سيركت. وانا هنا احسب الار شورت سيركت اللي هيساوي بي شورت سيركت على الاي شورت سيركت تربيع. طب والزد شورت سيركت اعرف احسبها منين؟ البي شورت سيركت على الاي شورت سيركت. طب بالنسبه للاكس شورت سيركت اللي انا محتاجها والله ده الجزء التربيع زد شورت سيركت تربيع ناقص ار شورت سيركت تربيع. فانا مش عايز احسب ار شورت سيركت واكس شورت سيركت. طب انا عايز احسب ايه؟ ار بي وار اس داش واكس بي واكس اس داش. فانا والله انت مش التجربه دي مش هتعرف تفصلها مع بعض. ف تقريبيا اقول ان الار بي يساوي ار اس داش بيساوي ار شورت سيركت على 2 والاكس بي تقريبا بيساوي اكس اس داش بيساوي اكس شورت سيركت على 2. انا عرفت احسب ايه؟ ار بي ار اس داش اكس بي واكس اس داش صح؟ هيجي بقى في المساله يقول لك انا عايز ايه؟ والله انا عايز الايكويفالنت بارامترز او الايكويفالنت سيركت بارامترز ريفيرد تو مثلا الهاي سايد اللي هو هنا ايه بقى؟ البرايمر. حتى تبقى مثلا الدايره بتاعتك منسوبه للبرايمر هذه. تقول والله ده اللي انا حسبته من هنا ده انا حسبته من هنا اصلا ناحيه فتحطه زي ما هو ار بي اكس دي ار اس داش اكس اس داش تمام؟ اما اللي انت حسبته من هنا كان ناحيه سكندري فلما اجي هنسيبه هنسيبه ناحيه البرايمري. فاقول اللي انا حسبتها الار سي منسوبه ناحيه سكندري عايز اجيبها ناحيه البرايمري بهضربها فين؟ وده اكس ام بس هضربه فين؟ يبقى هنا برضه اي بي اي 4 طبعا لما يطلب منك الايكوفلنت سيركت او الايكوفلنت سيركت بارامترز زي الفيلد 2 وباي سايد ما يقولوش بقى الار كذا والاكس كذا وبتاع. تروح رسم الدايره وحط القيم عليها. انا رسم الدايره دي وحط القيم عليها. في مشكله؟ هكمل بس معاك الحته الاخيره. قال لك بعد كده يطلب منك الكفاءه ويطلب منك الفولتج ريجوليشن. تمام؟ فانا لما اجي يطلب مني الفولتج ريجوليشن والله انا عارف ان انا عايز احسب ايه؟ الفي نلود واطرح منها الفي ريتد على البيت. انا معايا البي ريتد مفيش مشكله. طب الفي نلود اللي انا كنت بقول انها عباره عن الفي دي دبل داش. قال لك والله انت هتعمل ايه؟ انت في الشورت سيركت ده معاك الار شورت سيركت اللي هي بتعبر عن ايه اصلا؟ الار بي زي الار اس داش. الاكس بي زي الاكس اس داش. بس انت عامل التجربه دي فين؟ ناحيه ايه؟ تروح عامل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح واخد تقول ان الار ايكويفالنت سكندري بيساوي ار شورت سيركت على انتر بي والاكس ايكويفالنت سكندري بيساوي اكس شورت سيركت على انتر بي. بتعرف تقول ان الجين لوب بيساوي بي دي دبل داش بيساوي بي اس زائد الاي اس الار ايكويفالنت اس زائد جي اكس ايكويفالنت اس. وتحلها زي ما كنا بنحلها قبل كده. انت لو معاك البي اس والاي اس هتجيبها منين؟ الاس على البي اس وتحط تساوي الكوفر ماينس 1 الباور فاكتور وتعرف تحل ده وتعرف تجيب الفولتج ريجوليشن. اخر حاجه عندي هي الكفاءه. والكفاءه تقول انها بتساوي البي اوت على البي اوت زائد البي لوس البي ار زائد طبعا البي كوم. والله قال لك عند الريتد يبقى خير وبركه. هتقول ان البي كوم بيساوي الاس في كوزاين فاي وهنا اس في كوزاين فاي. ها والبي ار بما اني شغال عند الريتد يبقى هجيبها منين؟ من نولو تيست. يبقى هي عباره عن البي او والبي كفر من شغال عند ريدل هتبقى عباره عن البي شورت سيركت. والله بقى غير نسب التحميل
هتكتب القانون اللي هو الافشنسي يساوي كي ال في اس في كوزاين فاي على كي ال في اس في كوزاين فاي زائد البي ار زائد كي ال تربيع في البي كفر. وانت معاك برضه البي كفر من البي شورت سيركت ومعاك البي ار من البي او، بس في الاختلاف هيبقى انهم يديك ايه؟ الكي ال او نسبه التحليل بتاعه. نشوف المساله بتقول ايه ونمشي معاها سريعا كده في الخطوات، انا مش هكتب حاجه. مساله 33 طبعا 31 تقريبا يعني 31 حتى كمان مش معانا، انا قلت 31 مش معانا صح؟ اه 31 مش معانا، هي 32 33 34. مساله 33 بيقول لك والله انا عندي المفروض ان هو يقول لك ان هو ستيب داون، بس هو مش كاتب، فانت هتكتب ستيب داون. عندي 50 كيلو فولت امبير 2400 على 600 فولت 60 هرتز ترانسفورمر. بيقول لك الداتا اللي انا بطلعها من نو لود وشورت سيركت تيست بتديني البي اوبن سيركت، الاي اوبن سيركت، البي اوبن سيركت، بتديني البي شورت سيركت، الاي شورت سيركت، والبي شورت سيركت بتاعي. المطلوب والله المطلوب الايكوفيلنت هاي سايد باراميترز، هو شغال ستيب داون، يبقى عايز الايكوفيلنت سيركت من ناحيه ايه؟ ناحيه البرايمري. تاني حاجة عايزها لو عايز الايكوفيلنت سيركت ناحية البرايمري. تاني حاجة عايزها الفولتج ريجوليشن لو عايز الافشنسي، عندي باور فاكتور بيساوي 92% او عندي ريتد الريتد لود يعني الاس بتاعتك بواحد والباور فاكتور بتاعك 92%. ده كل انا عامله ان انا عايز الايكوفيلنت سيركت بارامترز، همشي بقى عادي خالص هعمل النيلود تيست معايا البي والبي والاي، اعرف احسب الكوزاين فاي، اعرف احسب الاي واي، اي ام، اعرف احسب الار سي والاكس ام، بس انا هحسبهم هنا فين؟ تحت السكندري، لان السكندري هنا هو اللي وصل. اجي في الشورت سيركت معايا طبعا البي شورت سيركت والبي شورت سيركت والاي شورت سيركت، اعرف احسب الار شورت سيركت والاكس شورت سيركت، احسب الار بي والار بي داش والار اس داش والاكس بي والاكس اس داش، بس انا هحسبهم ناحيه الاي سايد اللي هو هنا ايه؟ البرايمري بتاعي. عايز الكوفيلنت سيركت ناحيه البرايمري احط دول عادي، بس ده حسابك ان الار سي والاكس ام الاثنين منسوبين ناحيه سلو سايد، فانت هتجيبهم ناحيه الهاي سايد، هتجيبهم ناحيه البرايمري، وتضرب هنا في تربيع وهنا في تربيع. الار سي دبل داش تايم تقريبا دي ولا؟ الار سي اللي انت حسبتها من هنا؟ هي دبل داش ايه؟ اه دبل داش قصدي منصوبه يعني السكندري. دي منصوبه اه، دي تبقى كده ار سي دي هتبقى منصوبه اه السكندري وار سي دبل داش، بس انت ما بتكتبهاش كده. بعد كده انا عايز في الفولتج ريجوليشن، يبقى انا محتاج جهد اللحم او جهد النلود اللي هو بيساوي الفي بي دبل داش، يبقى انت محتاج تجيب الايه؟ معاك طبعا الفي اس اللي هو هيبقى مديهولك لك هنا بكام؟ 600، والاي اس بما انك شغال ريتد يبقى تقول انها عباره عن الاس على الفي اس، حط سالب كوزاين ماينس 1 اللي كده 90%. ومعاك الار ايكوفيلنت اس والجي ايكوفيلنت اكس، لا قال لك انت معاك الار شورت سيركت والاكس شورت سيركت، تقسم عليه تربيع وتقسم عليه تربيع، تبقى جبت لود، طبت الجهد اللحم، تبقى جبت الفولت ريجوليشن، عايز الكفاءه، تبقى الكفاءه عند الريتد بتساوي البي اوتبوت اللي هي اس في كوزاين فاي، معاك الاس طبعا 50 تقريبا، تضربها في الباور فاكتور اللي هو 92% في 10 اس 3، تحطها من هنا البي اي بتجيبها من البي اوبن سيركت، والبي كفر تجيبها منين؟ من البي شورت سيركت، فتعرف تبقى عرفت تحسب الكفاءه. مش كده في المثال دي؟ مسألة النود دي افشنسي ومسألة المكسب افشنسي انا هحلهم في الفيديو بقى. فممكن يشتغل الاختبارات دي مش عن الجودة ريتد او الفايل ريتد؟ يبقى انا مسألة